بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أهلا بكم طلاب الصف الأول المتوسط مع درس جديد من دروس التفسير، والذي سوف نتناول فيه تفسير سورتي الكوثر والماعون. وسورة الكوثر تتحدث عن مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسورة الماعون تتحدث عن بعض صفات منكري البعث والحساب. وهذا هو الدرس الرابع من دروس التفسير، وأريد أن أتعلم أن أحفظ سورتي الكوثر والماعون حفظا متقنا متينا. أوضح معاني الكلمات الغريبة في سورتي الكوثر والماعون، أفسر سورتي الكوثر والماعون تفسيرا سليما، أبين دلالة سورة الكوثر على فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أستشعر مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه، أستنتج صفات الكفار الواردة في سورة الماعون. كما نعلم جميعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه في بداية دعوته إلى الإسلام إيذاء كثيرا من المشركين، وواجه عنادهم وكفرهم بالله تعالى، مما أدخل الحزن على قلبه بسبب عدم إيمانهم بالله رب العالمين. حتى لما مات ولده قال بعض الكفار عنه إنه أبتر، أي لا يبقى له ذكر، وكان الله تعالى يسلي نبيه بما ينزله عليه من آي القرآن الكريم، مما فيه بشارة بنصر الله تعالى لدينه وإعلاء كلمته وبيان أن العاقبة الحسنة له ولأتباعه. ومن ذلك ما جاء في سورة الكوثر بيان ما أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من الخير الكثير، الذي منه الكوثر، ومنه الذكر الحسن له والحكم على أعدائه بالبتر وعدم الذكر. وفي سورة الماعون حذر الله المسلمين من الصفات الذميمة التي هي من صفات المكذبين، فذكرها الله ذاما لها ومبينا سوء عاقبة أصحابها. والآن مع سورة الكوثر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة فيها إظهار فضل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنه لما ضاق صدره وحزن حزنا شديدا من كلام الكفار عليه بأنه لا يبقى له ولد، وأنه ينقطع ذكره، وأنه أبتر، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة مسليا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن، وأشد يعني وأفضل طعما من طعم العسل، جعله الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ثم أمر الله سبحانه نبيه بعد هذا الفضل أن يصلي لله ويجعل عبادته وصلاته لله فقط، وأمره بأن ينحر الأضاحي ويجعلها خالصة لله، فقال: فصل لربك وانحر. إن شانئك، يعني إن مبغضك، إن شانئك هو الأبتر، أي هو المقطوع الذكر فلا يذكر أبدا. بينما جعل الله سبحانه وتعالى ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خالدا وباقيا إلى يوم القيامة، فتجدنا لا نذكر الله سبحانه وتعالى إلا نذكر بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. سورة الماعون، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هذه السورة تبين بعض صفات المكذبين،
فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا محمد الذي يكذب بالدين؟ الدين والمقصود فيه الجزاء، فالكفار كانوا ينكرون أن هناك يوما آخر يرجع إليه الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم على أعمالهم. فإن هذا الذي يكذب بالدين فإنه أيضا يدع اليتيم، أي يدفعه ولا يعطيه حقه ويطرده. وأيضا من صفاته أنه لا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث غيره على الإنفاق من أجل إطعام الفقراء والمساكين. هذه هي صفات المكذبين. ثم يتوعد الله سبحانه وتعالى صنفا من المسلمين، وهؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال الله: فويل للمصلين. وويل كلمة تهديد ووعيد، ويقال أنها واد في جهنم. هذه للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها، وليس يؤخرون الصلاة عن وقتها فحسب، بل هم يراؤون، أي يعملون الأعمال الصالحة ولكن ليست لله، إنما يعملونها من أجل مراءة الناس وأن يقول الناس عنهم أنهم يفعلون الخير. وهؤلاء أيضا يمنعون الماعون، أي ما يطبخ به من أواني المطبخ من قدور وما إلى ذلك، إذا طلبها أحد جيرانهم منهم فإنهم يمنعونها. ونستطيع أن نضع عنوان لسورة الكوثر: فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونضع عنوانا لسورة الماعون: بيان صفات المكذبين. معاني الكلمات: الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انحر، أي اذبح الأضاحي ونحوها. اليتيم، من مات أبوه وهو دون البلوغ. يحض، يحث. ساهون، أي غافلون. يراؤون، يعملون من أجل أن يرى الناس أعمالهم. الماعون، ما ينتفع به من الأواني ونحوها كأدوات الطبخ وغيرها. بعد أن فسرنا سورتي الكوثر وسورة الماعون، صار بإمكاننا أن نفسر الكلمات التالية: يدع، يعني يدفعه ويمنعه بعنف شديد. يحض، يحث غيره. فويل، واد في جهنم. يراؤون، يعملون الطاعات ليراهم الناس. نستفيد من هاتين السورتين: أولا، أن نعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومنها إعطاؤه نهرا عظيما في الجنة وهو نهر الكوثر. يجب على كل مسلم أن يخلص جميع أنواع العبادة لله وحده، فلا يشرك معه غيره من مراءة الناس. الذكر الحقيقي للإنسان ليس في كثرة المال والولد، وإنما فيما يقدمه من عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الله يحب من يرحم اليتيم ويعطف عليه، ولا يكرم المسكين فيعطيه من رزق الله إلا كل كريم يحبه الله سبحانه وتعالى. فكر، الإحسان إلى اليتيم من الخصال التي حث عليها الإسلام. هات حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على كفالة اليتيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. من تهاون في الصلاة فلم يصلها في وقتها أو ترك بعضها فإن الله يعاقبه على تهاونه، فقد توعده بالويل. إن الله لا يقبل العمل الذي يرائي فيه العبد الناس.
من إكرام الناس حسن معاملتهم بإعارتهم ما يحتاجون من منافع الدنيا التي لا تضر إعارتها كأدوات الطبخ وغيرها. بعد أن تعلمت ذلك أتذكر دائما فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة والسلام عليه، أخلص عملي لله تعالى فلا أرائي به أحدا، أتجنب الإساءة للناس في حال حضورهم وفي حال غيابهم، أحسن إلى الناس ولا أمنع أحدا من حقه، أحافظ على أداء الصلاة في أوقاتها ابتغاء مرضات الله لا مراءاة للناس. وبعد هذا يأتي عندنا التقويم وهو واجب عندكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.